بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي فقه المرأة، ونسعد بتواصلكم معنا عن طريق الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة. مشاهدينا، النهاردة هنتكلم في موضوع العدة، ونقصد بالعدة هنا الفترة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها أو بعد وضع حملها بدون زواج، بل أحيانا بدون خطبة في بعض العدد. ولا شك أن هناك جهل ونسيان في احتساب عدة المرأة. نحن دائما نقول عدتها 3 أشهر من غير ما نبين المرأة دي مطلقة ولا مش مطلقة، مدخول بها ولا غير مدخول بها، صغيرة، حامل، إلى آخره. لأن إحنا من خلال النصوص القرآنية بنجد أن الله سبحانه وتعالى شرع عدة لكل امرأة، كل نوع له عدته. وطبعا موضوع العدة في حد ذاته قد أثر فيه بعض المتشككين وقالوا لماذا العدة؟ لماذا تجلس المرأة بدون زواج هذه الفترة وقد تم استبراء رحمها، وهناك من الأجهزة التي موجودة الآن تستطيع هذه الأجهزة أن تبين أن هناك حمل أو لا يوجد حمل حتى يكون استبراء الرحم؟ وقالوا إن هذا تطويل على المرأة ليس له أهمية، وأن ما يفعل في المرأة أنه يطول عليها مدة عدم الزواج، فهو بمثابة عندهم يعني بمثابة شبه عقوبة على المرأة التي طلقت. طب والتي توفى زوجها كمان هنعاقبها؟ فإحنا بنرد على هؤلاء المتشككين، نقول أن هناك أحكام شرعية ثابتة وقاطعة الدلالة، هذه الأحكام لا نستطيع أن نفهم الحكمة منها ولماذا شرعه الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحكام العدة، زي ما بقول لكم الله، طب ربنا بيقول وعدة الآيسة يعني التي انقطع عنها الحيض 3 أشهر. طيب لو كان سنها 70 سنة يبقى برضك 3 أشهر، زي ما يكون سنها 50 سنة. لا فرق بين كبيرة ولا صغيرة في تطبيق العدة. ولذلك نرى أن هناك من الضوابط أو من القواعد العامة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ونستطيع أن نستخلصها من الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في شأن العدة وأنواعها والآثار المترتبة عليه. مثلا حينما يقول سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما هي عقدة النكاح؟ العقد. ولا يعني لا يوجد عقد بعد الطلاق حتى تنتهي العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي العدة. هذه أول ضابط. الضابط الثاني الذي جاء في سورة الطلاق، وأحصوا العدة
واتقوا الله ربكم. احصوا العده، احصوها من حيث الوقت والزمان والنوع، زي ما هبين لكم الايات كلها التي جاءت في انواع العده. الضابط الثالث، ولا يحل لهن، اي للمراه المطلقه، ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اذن المراه بعد الطلاق واثناء العده قد تقول ان انتهت عدتي وتحبس حيضتها او تحبس حملها ولا تظهره، ثم تنتهي كده عدتها وبعدين ياتي اخر فيتزوجها فيكون ماء الاخر على الماء السابق فيحدث اختلاط في الانساب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر، ودي على فكره مساله خطيره جدا وبتحدث في الان. البعض بكل اسف بتكون الزوجه متزوجه من شخص ولا تريد الاستمرار مع هذا الشخص فتطلب منه الطلاق، وهي قد يعني تريد زوج اخر او شخص اخر في بينها وبينه في اتصالات، فعشان تتعجل وتروح للشخص الاخر تقول انتهت عدتي، وعدتها ما انتهتش، لان اللي يطلع على هذا السر بينها وبين ربنا، فتقول انتهت عدتي عشان بسرعه بسرعه اما تتجوز عرفي اثناء العده، وده اخطر حاجه بتقابلنا يا جماعه، الزواج العرفي قبل ان تنتهي العده، لان البعض بيعتبر ان هذا الزواج زواج، انا شخصيا لا اعتبره زواجا، وبعدين بيكون اثناء العده فيحصل زي ما قلت لكم الخطر، وهو ماء على ماء. طب الجنين اللي هيجي هو ابن من؟ مش هنعرف. واخد بالكم؟ الضابط الرابع، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، نفس الحكايه، امكثي في بيتك. ودي بقى اللي بنتكلم عنها بالنسبه لعده الوفاه، ان لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ودي طبعا بتحير ناس كتير جدا، وانا الحقيقه سعيده ان بدا السيدات كثيرات بل وبناتهم او ابنائهم يسالوا. والدتنا دلوقتي توفى الاب او توفى زوجها وقعدت مثلا اسبوعين في البيت، ودلوقتي عايزه تروح لحد من ولادها تقعد عنده، هل يجوز انها تخرج اثناء المده بتاعت عده الوفاه ام لا؟ فنبين لها الحكم الشرعي. خلاص؟ طيب، من كتر تقدير الله سبحانه وتعالى لشان الزوج ولمكانته في الاسره، بعد وفاته بيكون عندنا عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فالغريب لما نشوف كل العدد نلاقي ان العده دي اكتر ايام او اكتر شهور وايام من العدد التانيه. ليه؟ لان زي ما بقولكم ده في تقدير لمكانه الزوج. ان كان طبعا هناك بيبقى في بعض المشاكل اثناء الحياه بين الزوج وبين الزوجه، وتبقى الزوجه يعني متبرمه جدا، ازاي يعني هو كان عامل لي ايه عشان اعتد عليه؟ هو كان عامل لي ايه عشان ابطل الاحداد عليه؟
ده انا ما صدقت ان هو راح في 60 داهية. الكلام ده بيتقال، فربنا بيرد عليهم بيقول لهم طب ايه رأيكم بقى ان اكتر عدة هتعتدها المرأة هي عدة الوفاة، وكان قبل ال14 و10 كانت العدة في الجاهلية كانت سنة كاملة، حول كامل. ويقعدوا المرأة المعتدة في بيت كله قذارة وكله زبالة، ولا تغتسل ولا تنظف نفسها ولا أحد يقربها حتى تنتهي السنة. ونزلت في القرآن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. من رحمة ربنا على المرأة أن ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم القديم اللي هو متاعا إلى الحول غير إخراج بهذا الحكم الجديد اللي هو إيه 14 و10. يعني بعد ما كانت المرأة بتعامل في الجاهلية قبل الإسلام معاملة الحيوانات، الله سبحانه وتعالى بعد تكريمه للمرأة خلى هذه العدة من كذا إلى كذا. ولذلك لما نيجي بقى نقرأ القرآن الكريم في بيان هذه العدة، وهي عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. طب الذين دي ايه؟ جمع؟ نعم جمع. يعني الجمع ده بيشمل ايه؟ يعني بيشمل كل زوجة، حتى الزوجة اللي مش مدخول بيها عليها عدة وفاة لو جوزها توفى قبل ان يدخل بها، نعم عليها وفاة قبل ان يدخل بها زوجها. فإذا كان هناك زواج وزواج صحيح ومات الزوج، يبقى يجب على الزوجة أن تحتد على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها. طب واحدة تقول لي طب إزاي لم يدخل بها وبرضك تعتد؟ أقول لي إن هو لو توفى أثناء العدة هي هترث منه، وهترث منه بسبب الزوجية، بسبب إنها زوجته، بعقد القران أصبحت زوجته، غير الخطبة. الخطبة ديت إحنا ما لناش دعوة بيها خالص، لأن الخطبة دي ليست عقد ولكنها وعد، فما لناش يموت هي تموت خلاص، كل واحد أجنبي عن الآخر ما لناش دعوة بيهم خلاص. اذا كلمه والذين جاءت بصيغه الجمع لانها تشمل جميع الزوجات اللائي دخلن او دخل بهن او لم يدخل بهن هذا الزوج المتوفى. طب ليه ال10 ايام الزياده؟ ليه ما قالش 14 بس؟ ليه قال 14 و10؟ لأن الجنين حينما يمكث في بطن أمه بينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، فبنزود على 120 يوما 10 أيام حتى نتثبت من وجود الحمل. شوفوا بقى حكمة ربنا، حتى نتثبت من وجود الحمل. طيب فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن قد تأتي في القرآن الكريم بمعنيين. إما بلغنا أجلهن يعني انتهت عدتهن، لأن الأجل زي ما قلت لكم بيسمى العدة بتسمى أجل، أو بلغنا أجلهن يعني قربوا إن هم يخلصوا العدة بتاعتهم. والمكان اللي بتأتي فيه الكلمة هو اللي بيفسر لنا إيه المقصود من بلغنا، بلغنا أجلهن. هل المقصود بيها انتهى عند انتهاء العدة مطلقا،
ولا هل المقصود بها عند قاربت العدة على الانتهاء؟ فقال لك بقى ايه، فإذا بلغن أجلهن، خلاص خلصت العدة، خلصت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. إذن المحرم على المرأة أن تفعله أثناء العدة عدم التزين اللي بنسميه الإحداد، ومن كرم ربنا ومن تقدير ربنا للزوج أن جعل الإحداد على غير الزوج، الأب، الأم، الأخ، الخال، كله 3 أيام. إما على الزوج لوحده 14 و10. تصوروا بقى، يعني أبويا أحد عليه 3 أيام، لكن زوجي 14 و10. عشان بس نعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما قدر الأزواج قدرهم لأن المفروض فيهم إن هم يعشروا الزوجات بالمعروف، والمفروض فيهم قبل موتهم أن يتركوا أثر مع الزوجة بعد الموت، يتركوا معروف، يتركوا إحسان، يتركوا صلاح. ما يبقاش يعني عامل في كل اللي عامله وهي تقول له يلا غور. واخدين بالكم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له شفت بقى انت مكانتك ايه وايه وايه وايه. ولذلك جاء الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه الحديث؟ انه لا تحدن امرأة فوق 3 أيام، 3 أيام، إلا على زوج 14 و10. وفي رواية أخرى أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحدن على أحد إلا 3 أيام غير أن الزوج 14 و10. يبقى على أحد دي تشمل كل ما عدا الزوج، أب، أم، خال، زي ما قلت لكم كده. وبعدين تيجي الآية بقى بتقول لك إيه، ولا جناح عليكم. الجناح هنا معنى إيه؟ معناه الإثم والمشقة ورفع الحرج. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. آدي هنبدأ بقى في الآثار المترتبة على عدة المتوفى عنها زوجها. أول حاجة، لا يجوز خطبتها، هي أثناء العدة والعدة ما انتهتش، لا يجوز خطبتها. والخطبة نوعين، نوع الخطبة بالتصريح بالبق كده، خطبتك أو أريد أن أتزوجك، بالتصريح بمنتهى الصراحة، أو يكلم حد قريبها أو يتقدم لأبوها أو أمها، هذا حرام، حرام حرام، لأن الآية بتقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. التعريض بقى معناه إيه؟ التعريض معناه التورية، يعني كنت أتمنى أو أتمنى من الله أن أتزوج مثلك، ما يقول لها صراحة، ما يقول لها صراحة، هو بس عشان التعريض يجي لتهدئة القلوب ولطمأنة المرأة. لكن التصريح، لو حصل تصريح بعد كده هتحصل خطوات أخرى محرمة. النهاردة صرحنا بالخطبة، بعد كده هنعمل العقد، نعمل كتب الكتاب، هنخرج مع بعض، هنتجوز، وكل ده هيبقى أثناء العدة وهو محرم زي ما قلت لكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم في أنفسكم يعني الواحد في نفسه
بيقول يتمنى ان هو يتزوج من فلانة ديت. علم الله انكم ستذكرونهن. ربنا عارف ان اللي اتطلقت او مات عنها زوجها، مات لا مات عنها زوجها، عارف ان هي هتبدأ تفكر في حد تاني، والحد تاني ده موجود، لكن ربنا قال له بلاش التصريح، كفاية التعريض، وانا عارف انك انت بتفكر فيها، بس بلاش التفكير الذي يؤدي الى الزواج او الى التعريض بالخطبة. علم الله انكم ستذكرونهن، هتفضلوا مشغولين بيهم، ولكن لا تواعدوهن سرا. شوفوا الكلام، القرآن عايش في حياتنا، عايش في حياتنا وبيوجهنا، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أيوه مدام نادية، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك، اتفضلي يا مدام نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الدكتورة اتفضلي. سالم، دكتورة سعاد. أيوة يا ماما اتفضلي. بس أسألها سؤال. أنا تحت أمرك، اتفضلي يا مدام نادية. أنا نعم معاكي مدام نادية. أيوة اتفضلي يا بس ماما. احنا دكتورة في الصعيد ما نحزنوش 4 أشهر ولا 5 أشهر، ده احنا نحزن العمر كله لابسين أسود على طول. هو الإحداد مش بلبس الأسود على فكرة، لبس الأسود ده عرف. وإيه كمان يا مدام نادية؟ إيه كمان يا مدام نادية؟ بتقعدوا على طول لابسين أسود وبعدين؟ يا من روح عندي، يا من ناموا ذنبي. وبعدين؟ ما واللي لبست ألوان يقولوا لي لابسة ده عاملة مش عارفة إيه، يعني إحنا الحمد لله. يعني جوز، يعني جوزك توفى ولا ولا انت بتحتدي على مين ولا ايه؟ انا مش عارفه. هي مدام ناديه حضرتك لو بتسالي، جوزها توفى هتلبس اسود من اول يوم يا مال اخر يوم في عمرها. جوزك اللي توفى؟ طيب وايه كمان يا مدام ناديه؟ خلاص. طب ما انا مش سامعه حاجه، يا ريت تطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون يا مدام نادية. بصي بقى، اولا انا هريحك من غير ما تكملي. احنا دلوقتي بنلبس اسود في الحداد، في الحداد هو معنى الحداد ايه؟ ترك التزين، ملوش دعوة باللبس. ومن التزين لبس الذهب، لان يعني غالبا ان المرأة بصفة عامة سواء حصل وفاة لزوجها ام لم يحصل وفاة لزوجها بتحب تتزين، تتزين بلبس الذهب، تتزين بلبس الخلخال، تتزين بلبس كده، تحط كحل، تحط اي بودرة، تحط زينة. تقولك ما انا قاعدة في البيت محدش شايفني، ما انا قاعدة في البيت مش هخرج. ده يعتبر مش إحداد على الزوج، الإحداد على الزوج الامتناع عن كل ما يؤدي إلى الزينة. أما الملابس واللون الأسود فالله سبحانه وتعالى ورسوله لم يقل بهم، ولكن متروك للعرف. عرف عندنا في مصر ويمكن حتى في بعض البلاد الأجنبية لبس الأسود، في بعض دول الخليج لبس الأبيض، ولا يجب على الزوجة أن تلبس السواد أكتر من مدة العدة، بعد كده تبدأ تلون بالتدريج إذا أرادت، تلبس ألوان غامقة، تلبس كحلي، تلبس بني، مش مرة واحدة كده تنتقل من الأسود إلى الأصفر أو من الأسود إلى الأحمر، لا ما ينفعش. نتدرج كده في الملابس بتاعتنا العادية. في بعض الأرياف عندنا وخاصة في الصعيد زي ما بتقول الحاجة نادية، أن عدة المتوفى تكاد تكون بقية العمر،
تكاد تكون بقية العمر. هذا من باب العرف وليس من باب الشرع. الشرع قيدها بعد ما كان السنة، قيدها بأربعة أشهر وعشرة. فاللي يعمل غير الشرع يجب أن يلجأ للشرع، لأن الشرع هو اللي بيحكم أفعالنا واللي بيحكم عاداتنا، ولا يصح أن يكون الشرع بيقول كذا وإحنا نعمل كذا. أعتقد كده يا مدام نادية يعني حضرتك فهمتي الموضوع. طيب بنرجع بقى للآية، يبقى شفنا بقى يا جماعة إزاي ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن التعريض، عن عفوا التصريح، ويبيح التعريض، وسبب إباحته للتعريض أنه يعلم أنكم ستذكرونهن، لأن ربنا بيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوفوا بقى، فالوسوسة دي ربنا بيبقى عارفها. إذا كانت وسوسة فيها خير يبقى بتكتب حسنة، إذا كانت وسوسة فيها سيئة أو فيها شر أو فيها إساءة يبقى بتكتب سيئة. لو أنا فعلتها تكتب 10 سيئات، ولو حسن أنا فعلتها تكتب 10 حسنات. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كالحبل كده، كالشريان التاجي في جسم الإنسان اللي منتشر بالدم في جسم الإنسان كله. طيب مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا عدنا إليكم وما زلنا في تواصل معكم عن طريق الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، فنحن في انتظار مداخلاتكم. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد وبركاته. لا مع سعادتك مجدي شرف. مين مجدي؟ مجدي شرف. أيوة فندم اتفضل يا أستاذ مجدي. الله يبارك فيك يا دكتورة. هو سؤال فقهي شوية. أيوة. فيما يتعلق بعدة، بالعدة اللي سعادتك شرحتيها من شوية، المتوفى زوجها. حضرتك قلتي 4 أشهر و10. وليس المقصود منها استبراء الرحم فقط، بدليل المدخول بها بتعتدها حق الزوج. بالمقابل احنا نعلم ان الرجل له ايضا عدة في حالة ما اذا كان الرجل متزوج 4، فله عدة اذا توفت احداهن. ايوه احنا ما جبناش سيرة عدة الرجل. لا ما انا هسأل في دي، بدليل اللي هسأل فيها، الرجل اللي متجوز 4 اذا توفت زوجة من ازواجه فهل يعتد 4 أشهر و10 برضو ما تزوجش الرابعة؟ أيوة ينتظر إلا بعد انتهاء العدة، باعتبار دي عدة حزن قبل ما تكون عدة استبراء رحم. أيوة مظبوط. هو ده السؤال بتاعي. مظبوط يا فندي مظبوط. مظبوط يعني أنا حابين وحاضر بالتفصيل. أوكي. في سؤال تاني؟ مش كده دكتور. السؤال الرجل المتزوج أربعة. أيوة أنا عرفته. أنت عندك سؤال تاني؟ لا ما فيش يا فندم كتر ألف خيرك. لا الله شكرا دكتورة. ما تحرمش مني. مع السلامة. ماشي. نعم حاضر. منى السلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا دكتوره سعيد. اتفضل يا منى. كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص التمويل العقاري. التمويل العقاري يعني احنا بنشتري مثلا عقار معانا جزء منه فلوس كاش والباقي البنك العقاري هيتكفل بتمويله على اساس ان هو يدفع الفلوس للبائع واحنا ناخد نسدد الفلوس للبنك باقساط. يعني هتاخدوا قرض؟ هو ما بيقولهوش قرض، هما بيسموه هو كده، ما هو بيبقى اسمه قرض من التمويل العقاري عشان نبني لكم شقه، يبني لكم بيت، يبني لكم عياده، يعمل لكم. هو هتبقى في حيازه البنك لسداد الثمن لغايه لما نسدد، يعني احنا مش احرار في التصرف في هذا العقار. فايه وضع ايه راي الدين؟ لا هو التمويل العقاري يعني اباحه الكثير من الفقهاء، وباعتبار حتى بعض البلاد العربية أو الخليجية بتعتبره نوع من أنواع التعامل الإسلامي، لأن هو في شركة كأنك أنت البنك بيمولك
او بيديكي مبلغ وبعد كده انت بتسددي المبلغ ده على اقساط، باعتبار ان في حاجه الى مثل هذا النوع من التعامل. فبدل ما تاخدي قرض ربوي بتخلي البنك هو اللي يمولك اللي انت عايزه تموليه، ماشي؟ يعني يعمل لك مستشفى، يعمل لك عياده، يشتري عربيه، كل ده بيسمى التمويل العقاري، واجازه جميع الفقهاء الان. وهذا يعتبر نوع من المعاملات التي لم تكن موجوده في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذه المعامله تقوم على الرضا بين الطرفين، وتقوم على سداد الحاجه بالنسبه للمحتاج، ومن هنا فانها تصح. لكن عيبها ان لو انت ما تاخرتيش، او عفوا اتاخرتي في دفع احد الاقساط، فبقى في شرط جزاء. الشرط الجزاء ده بقى بيتضاعف القسط اللي عليكي. بعد ما كنت هتدفعي 5000 هتدفعي 10000. ودي بقى اللي بقى الفقهاء وقفوا فيها، يا ترى انا هدفع كده عشان المصاريف الاداريه وعشان ما اعرفش ايه وايه، ولا انا بدفع كده عقوبه كجزاء للتاخير، ولا انا بدفع كده كاستثمار ربوي؟ فاختلف الفقهاء. فانت بتدفعي كده لان هو البنك مديكي شرط ان عند التاخير بيحصل المضاعفه، زي كده لما بتطلعي الفيزا بتاعتك نفس الحكايه. لما بتطلعي الفيزا وتشتري بيها مشتريات وبعدين بتيجي تسددي المشتريات فبتتاخري في وقت السداد، فبتضطري انك انت تدفعي زياده، نسبه زياده. خلاص يا ستي؟ طيب نرجع بقى للاستاذ مجدي. طبعا يا استاذ مجدي يعني سؤالك كويس جدا، وهو هل يجب على الرجل ان يعد؟ في حالتين يا استاذ مجدي. الحاله الاولى لو كان الرجل متزوجا من اربعه، وطبعا لا يستطيع الزواج من خامسه إلا إذا إحدى الأربعة دول توفاها الله أو طلقها أو فلو توفاها الله المفروض ينتظر بدون زواج حتى هي أيضا تعتد، أو هو أصلا ينتظر عشان زوجته المتوفية؟ نعم، ينتظر عشان زوجته المتوفية، كما أن المرأة تنتظر لا أيضا الرجل ينتظر. ولكن كان الاهتمام في الآية اللي معانا هي والذين يتوفون منكم، منكم أي من رجالكم، فما جاش عن طريق منهن من نسائكم، ولكن هي بالقياس، يعني الحكم ده حكم قياسي. الحالة الثانية لو كانت الزوجة طلقت قبل الدخول، ما عليهاش عدة، وانت كمان ما عليكش عدة، في الحالة دي ايضا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، اي قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها انتوا. خلاص مفيش عدة في هذه الحالة. ليه؟ لأن العدة بتكون للمدخول بها، واخدين بالكم؟ ليه؟ بيترتب عليها آثار من حيث النفقة، ومن حيث المؤخر الصداق، ومن حيث السكنة أو عدم السكنة، آثار كتيرة وأحكام كتيرة الفقهاء كلمونا عنها، وإحنا إن شاء الله هنكلمكم عنها بإذن الله. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك الله يرضى عنك يا ماما. ازي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك يا دكتورة أنا كنت متجوزة قبل كده. أيوة. معايا كان معايا ولد وبنت. وخدهم باباهم يعني. دلوقتي اتجوزت بقى من بقالي 10 سنين الحوار ده. اتجوزت بعد كده وجبت ولد وبنت برضو. و
طبعا لما انا قبل كده يعني كنت صغيره في السن وكده، انا كنت بس عايزه اسال، لما حصل الطلاق وكده انا كان عندي 23 سنه مثلا او 24 سنه، تفكيري وعقلي ما كانش زي دلوقتي. طبعا كنت شايفه كل حاجه صح ساعتها. دلوقتي لما كبرت وولادي خلاص باباهم خدهم مني وبقى لي حياتي التانيه، كبرت دلوقتي وعرفت اللي هو ده كان غلط، ودلوقتي مش عارفه اشوف ولادي ولا اتواصل معاهم، يعني بحكم يعني اللي هو انا اتجوزت. حرمك من ولادك طبعا عشان انت تنازلتي هو عنهم. مش هو هو مش هو هو انسان نقدر عليه نقول سلبي، او بلاش نقول عليه انسان طيب قوي، مالهوش شخصيه. كان الاول الكلام مع مامته، وبعد لما هي توفت بقى مع اخته، وهكذا وهكذا. فهم يعني شويه بيرضوا عني اكلمهم واشوفهم، وشويه لا. طيب انا دلوقتي عايزه اسال ربنا يحاسبني، علشان يعني التفكير ساعتها كان غير كده، يعني ربنا يحاسبني. انا من ساعتها اياميها كنت فاكره اللي ده، يعني من وجهه نظري كنت شايفه اللي ده صح. دي حاجه عشان ما اطولش على حضرتك. يعني هل الحاجه هو كان التانية، عنيف معاكي؟ كان عنيف معاكي عشان كده؟ لا خالص لا خالص، هو كان يعني انسان ايه يعني السبب؟ انا شفته، انا شفته ساعتها تفكيري كان انسان سلبي بصي يا يعني. حبيبتي، بصي، اصل احنا عندنا حديث صحيح، ايما امراه طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما هو ده يا دكتورة اللي أنا بتكلم فأنت فيه عليك دلوقتي، بس يا أنا حبيبتي ساعتها التوبة والاستغفار أيوه أنا عايزة بقدر أسأل حضرتك بقى، الاستطاعة. هو بقى لما أنا أستغفر في أي حاجة أنا كنت فاكراها صح ساعتها وهي كانت غلط، أيوه يعني ربنا ربنا يسامحني. إن دي شاء الحاجة الله. التانية، الحاجة التانية بالنسبة للقلب الأسود اللي هو الناس اللي بتشيل وما آه بتفكرش، يعني مثلا الجوز اللي معايا دلوقتي بقى ده صعب شويه. يعني تحصل المشكله يا دكتور، اي مشكله اي مشكله اي مشكله بسيطه، نتكلم بالراحه في الاول، وبعد كده حوار زي ما كنت حضرتك بتتكلمي في الحلقات اللي قبل كده، كلمه مني على كلمه منه، بيقول لي كلام يا دكتوره انا ما اعرفش هو بيجيبه منين، كلام مش فيا وكلام بيجي من الشرق والغرب. بعد شويه بقى المفروض اللي انا ابقى كويسه ونتصالح وانسى، اقعد اقول له انت قلت لي كذا وقلت لي كذا، يقول لي ساعه. طب الكلام ده بيوجعني، وانا من النوع اللي مش بنسى، انا بعيش وكل حاجه تمام، بس الكلام بيفضل واجعني. هو بيقول لي انت قلبك اسود، ده برضو حاجه وحشه ولا انا غلط ولا ايه؟ لا، هو القلب الاسود فعلا بيحول دون المصالحه، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك بقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن بيفضل فيه غيوم، غيوم في القلب، بالرغم إن أنا في الظاهر مثلا اعتذرت، لكن لسه شايلة، لسه شايلة دي. يبقى لأن إحنا عندنا درجات العفو، عندنا أولا كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ، ثم والعافين عن الناس. العفو ده بقى بتمسحي، بتطهري قلبك. حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو في صلاة اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واخد بالك؟ فلابد ان احنا نصل الى مساله العفو، لان دي بقى المساله دي اللي هتخلينا نصل الى مرتبه ايه؟ المحسنين. جات لك الايه كده، والله يحب المحسنين. وما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فانا بخاف من المصالحه، لانها اما هتاخد طريق المواجهه، وبعدين طريق المواجهه هيبقى فيه انفعال، والانفعال هيتحول الى غضب شديد، والغضب الشديد هيتحول الى عنف شديد مع بعض الناس بيعملوا كده. لكن لما نشوفها في القرآن الكريم ونشوف النتيجة بتاعتها نقول لا، ده مطلوب العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أن تعفو عمن ظلمك. شوفي قد إيه كمان مرتبة كبيرة جدا. سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه كان جاب جاريته على اساس بتصب له الوضوء بتاعه
من اناء نحاس، فوهي بتصب ايدها فلتت، فنزلت الميه عليه، فبص لها كده من غير ما يتكلم، قالت له والكاظمين الغيظ، فقال لها كظمت غيظي. وبعد كده بقى من كتر خوفها راحت موقعه الشفشه ده ولا الابريق على دماغه، فشجت دماغه. فبص لها كده قلت له والعافين عن الناس، هو كل ده بقى متغاظ وكاتم غيظه؟ قال لها عفوت عنكي. قالت له والله يحب المحسنين. قال اذهبي فانت حره. هي دي اخلاقنا يا جماعه. لكن انا امثل واقول ما انا رايحه عمره واديني كلمت اختي وسمعت صوتها، ويبقى قلبك مليان من اختك، ما ينفعش. يبقى عملنا ايه؟ لازم يكون القلب بياض ونصاعد بياض. ليه؟ ليه؟ اول حاجه احنا كلنا بننام بالليل وبنحط دماغنا على المخده، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيتملكنا، والله يتوفى الانفس، يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اذا وانا نايمه، عشان كده النوم بيشبهوه بالموت، وانا نايمه ربنا معايا مش وانا صاحيه وبس، فلازم احط قدامي ان لا قدر الله ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قد انهى عمري في هذه اللحظه، ماذا اقول له وقت اللقاء؟ لازم كده نعمل حساب وقت اللقاء. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، مكتوب اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي نفسي ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. معلش عفوا على التاخير، بس عشان بنحب نوضح. نرجع بقى للايه، ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب واعلموا. شوفوا بقى، شوفوا ربنا بالرغم يقول لك نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العظيم، يجي يقول لنا ايه في ايه اخرى؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. مش هقول ده انا لسه صغيره لسه ما عيتش، ده ربنا لسه فين هيحاسبني. شوفوا بقى فاحذروه. واعلموا ان الله غفور رحيم، واعلموا ان الله غفور رحيم. ادي دي بالنسبه لعده المتوفى عنها زوجها. طيب حاضر، نيجي بقى يا ترى الحامل المتوفى عنها زوجها. احنا كلمنا عده المتوفى مش حامل، يعني مات وهي مش حامل، واخدين بالكم؟ مات وهي حامل. طيب وعدتها اساسا عشان هو مات عدتها هتبقى 14 و10، بس ده كانت حامل، هتنتظر بقى لغايه ما تضع مده الحمل ولا نطبق عليها 14 و10؟ فاهمين يا جماعه؟ مات زوجها وليست حامل يبقى 14 و10، مات زوجها وتركها حاملا يبقى عدتها بوضع الحمل، يعني تفضل في عدتها لغايه ما تضع حملها، لان ربنا بيقول في سوره الطلاق واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. السيده سبيعه الاسلميه توفى زوجها في احد الغزوات او احدى الغزوات، وما لبست بايام قليله وضعت حملها،
فذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره هل يصح لها أن تتزوج أم لا، فأشار عليها بأن تتزوج لأنها وضعت حملها، لكن ما يدخلش عليها إلا ما تنتهي مدة النفاس، لأن مدة النفاس حاضر خلاص والله، مدة النفاس زي ما احنا عارفين هي المرأة بتبقى فيها ليست طاهرا. إن شاء الله الموضوع هنكمله بإذن الله الأسبوع الجاي، وننهي هذه الحلقة ونقول رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.